جميع قرارات وزارة التعليم الجديدة بتاريخ اليوم. تابعوا معايا لحظة بلحظة على قناتكم التعليمية مستر مانويل. لو مكنتش مشترك تشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية والخدمية، ولو انت مشترك دوس لايك واكتب التعليق اللي يخص المرحلة او اي جزئية في الفيديو، وانا هرد عليك ان شاء الله. في الفيديو ده هتكلم على موعد الامتحانات، يا ترى الامتحانات ورقي ولا اونلاين لسنوات النجم، وكمان يا ترى في المدرسة ولا في المنزل لطلاب ثانوي في ظل ازمة كورونا. هنتابع مع بعض الفيديو والتصريحات اللي ادلى بها المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتاريخ النهاردة. أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستحدد مصير امتحانات الترم الأول لصفوف النهج بمختلف مراحل قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي بنحو 15 يوم، حتى يتسنى لجميع الطلاب الاستعداد للامتحانات حال تم اتخاذ قرار بعقدها بعد أن تم تأجيل الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا. مشير أن الوزارة منحت للطلاب إجازة 36 يوم موضحا ان الظروف الاستثنائيه بسبب فيروس كورونا، وان امتحانات الترم الاول لصفوف النجم بمختلف مراحل التعليم ستعقد تحريريا بالمدارس وليس اونلاين، الموضوع منتهي بالمنازل حال استمرت ازمه كورونا. لافتا انه سيكون هناك اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين وزاره التعليم والمديريات التعليميه ومختلف المحافظات لتحديد شكل ومصير الامتحانات والاجراءات الاحترازيه التي ستوفر تنفذها للوقايه من كورونا. حالة استقرت الوزارة على عقد الامتحانات وذلك توقف على مستجدات فيروس كورونا، وفي حال استقرت أوضاع الفيروس وقلة الأعداد ستعقد الامتحانات عقب 20 فبراير المقبل مباشرة. ونوه المصدر بأن وزارة التعليم لا تطرح فكرة إلغاء الامتحانات التحريرية وتحويلها لمشروعات بحثية، ده موضوع منتهي يعني مش هتتعامل أبدا، كما أنها لا تفكر مطلقا في إلغاء العام الدراسي كما يتردد حاليا حال استمرار أزمة فيروس كورونا، لأن الإلغاء في حد ذاته يمثل كارثة كبرى، لكن الوزارة لديها كذا سيناريو لاستكمال الدراسة وبالخروج بهذا العام الدراسي لبر الأمان. يعني فكرة الامتحانات إلغاها مش موجودة، والأبحاث برضو فكرة مش موجودة. وكانت الوزارة أثارت خطاب المديريات أكدت فيه أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي ونظر لخطة الوزارة في تطوير العملية التعليمية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في التعليم والتوسع في استخدام المنصات التعليمية وتنوع مصادر التعليم، وكذلك الاعتماد الكلي على قاعدة البيانات المركزية في رصد وتحليل البيانات. يتم منع المديريات والإدارات والمدارس من نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين. وطلبت وزارة التربية والتعليم من جميع المديريات التعليمية بمنع نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء أي اختبارات أونلاين إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم. طبعا ده بخصوص الامتحانات اللي كانت أجريت بمحافظة بني سويف اللي كان أجراها المحافظ، لكن الوزارة طلبت من المحافظ إن ما يعملش كده يعني، وده لازم يتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. طبعا أنا بتابع هنا كل الحاجات اللي بتحصل، وبكرة في اجتماع مهم جدا 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 لوزير التربية والتعليم في البرلمان، وهيبقى في أخبار مهمة جدا. تابعوا معايا واشتركوا معايا في القناة وفعل الجرس على كلمة كل عشان يوصلك كل ما هو جديد، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.